طبعا احنا متعودين على نمط الاعتقالات عند والسياسات الإسرائيلية التعسفية خصوصا بحق شعبنا الفلسطيني. بدي احكي عن اعتقال والدي، كان اليوم بنمط همجي، بنمط تعسفي. هذا الاعتقال الثامن كان بالنسبة لوالدي. طبعا متعودين على هاي الأشياء كلها، بس العلامة الفارقة في هذا الاعتقال كانت هي فيروس كورونا ووضع الصحي لوالدي، إنه وضعه الصحي سيء وما بتحمل إنه ينصاب بأي مرض أو بأي فيروس. الأصل أن تكون انتخابات هي مصلحة فلسطينية داخلية، وبما أنها مصلحة فلسطينية داخلية لأن هذا لا يروك للاحتلال. الاحتلال دائما يعني يعمل على تقويض أي شيء فلسطيني داخلي يمكن أن يقرب الصف الفلسطيني الداخلي، ويعني هذا يجب أن يعني بحاجة إلى أن يتوحد الصف الفلسطيني في مواجهة هذه الاعتقالات وفي مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها يعني أن تخلخل الوضع الفلسطيني الداخلي. وهذا لن يكون إن شاء الله تعالى إذا كان هناك وعي من القيادات ووعي عند القيادات التي يعني صارت بهذا النهج وهذا الخط اللي هو خط المصالحة الذي بدأ ويعني سيستمر بإذن الله حتى النهاية، وحتى أن يعني يتم لم الشعب الفلسطيني ولم أو توحيد الشعب الفلسطيني مرة ثانية كما كان في السابق إن شاء الله تعالى.